يعني لاحظ أستاذ محمد أنه الحسابات الإماراتية المشهورة يعني تلجأ للشتم، ما حدا يعني حاكم دبي محمد بن راشد إلى أن يكتب أيضا في منددا بمن يشوه سمعة الإمارات كما قال، بينما الحسابات اليمنية هنا الآن تسبب حرج لأنها تظهر حقائق سياسات الإماراتية في اليمن، ما تأثير ذلك برأيك على سمعة الإمارات عالميا؟ كما تعلم أخي صلاح فإن السمعة لأي بلد هو جزء من قوتها الناعمة، وتحرص كل الدول حول العالم في أن تكون لها سمعة طيبة. ما حصل أن الإمارات بالأصل أصلا لديها سمعة سيئة من خلال تدخلاتها العنيفة في كذا دولة عربية ومنها اليمن، وزاد على ذلك فظاظة وبجاحة ووقاحة هؤلاء المغردين يعني ممن هم مقربين من أصحاب القرار هناك في الإمارات، وبشكل بذيء وبكل صفاقة، ويشتمون رموز يمنية بشكل فيه تجريح وفيه إساءة وفيه قلة أدب حقيقة. صحيح. هذا الشيء سبب ردة فعل كبيرة، وجعل اليمنيين يردون بشكل مكثف وبشكل قوي، وأصبح الهاشتاجات اليمنية التي تطلع الشباب اليمني لتوضيح موقفهم من الإمارات ترند عالمي. نعم. وكما تعلم فإن تويتر هو موقع تواصل اجتماعي يعتبر قياس للرأي العام سواء في دول الخليج كالمملكة والإمارات، فيبدو أن حاكم دبي لاحظ في الأيام الأخيرة أن هناك أكثر من ترند ضد الإمارات، ويعني أيقن أن هناك خطورة. هذا علاوة على أني تقدير الشخصي أن ليس كل الإماراتيين موافق على تلك البذاءات التي صدرت بحق يمنيين أو غير يمنيين منذ فترة طويلة، ونحن نرى مغردين يعني إماراتيين مدعومين يقولون أشياء يعني تخالف قيم المجتمع العربي والمجتمع الإسلامي، يتكلمون في الأعراض، يشتمون طبعا. ولاحظ انه ليس هناك حريه تعبير في الامارات، فحينما يسمح لهؤلاء فقط لان يكونوا هم واجهه الامارات، فواضح ان هناك ضوء اخضر من مسؤول ما.